أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة Animal Health FTW، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عبد النعيم الهواري، وأهلا بكم مع حلقة اليوم ضمن سلسلة الإجهاض في الماشية. وكنا قد تناولنا في الحلقات السابقة، الحلقة الأولى مقدمة الإجهاض، والحلقة الثانية البروسيلا، والثالثة الحمى القلاعية، والرابعة حمى الوادي المتصدع. واليوم نتناول معكم الحلقة الخامسة التي تحت عنوان مرض الترايكومونس ترايكومونياسيس، والتي نتعرف فيها معا على تعريفكم بالمرض. هو مرض من الأمراض الوبائية، وهو أحد أمراض البروتوزوا المعدية التي تصيب الجهاز التناسلي الذكري للطلوقة والماشية أثناء التزاوج، أثناء دورة الشياع في مرحلة الشبق الهيد بيريود، أو التلقيح الصناعي بسائل منوي ملوث بترايكومونس عن طريق السيربكس اللي هو عنق الرحم، حيث يتم حقن السائل المنوي في تلتين عنق الرحم. وفي هذه المرحلة يحدث العدوى من ناحية عنق الرحم، أو قذف السائل المنوي داخل المهبل عن طريق التزاوج الطبيعي بين الذكر والأنثى. وعلى ذلك فإن العدوى تحدث عن طريق الفاجينا اللي هو المهبل. ثانيا، أسباب المرض. يحدث المرض عن طريق عدوى بميكروب الترايكومونس فيتس. وأهم مواصفات وخصائص الميكروب: هو أحد ميكروبات البروتوزوا، بروتوزوال مايكرو أورجانيزم، كمثري الشكل، بيزي فورم. له عدة أصوات أمامية وخلفية، سيفرر فلاجيلي. يتم القضاء عليه بالمطهرات وفي البيئة الجافة شديدة الحرارة. ثالثا، أعراض مرض ترايكومونياسيس. 1- يشكو المربي من الشياع المتكرر غير المنتظم في مواعيد دورة الشياع الطبيعية، والتي من المفروض أن تحدث كل 21 يوم تقريبا، وإنما تحدث دورة الشياع على فترات زمنية تطول وتقصر، ويصب بالتالي الريجولار ريبيت بريدر، ويرجع ذلك الالتهاب المهبل وعنق الرحم والرحم، فاجينيتس سيرفاسيتس اندومترايتس، حيث يفرز الاندوتوكسين الناتج عن الالتهابات التي تؤدي إلى عدم حدوث الإخصاب، حيث يتم قتل الحيوانات المنوية أو النفوق المبكر للأجنة، وذلك بفعل ميكروب الترايكومونس فيتس. والتعبير العامي، يشكو المربي البقرة بتصرف وترد وننطط عليها 3 أو 4 مرات ومش راضية تمسك وزهقت منها. 2- إجهاض الماشية العشار في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع من الحمل، وشكوى المربي أن البقرة عشر من شهرين أو أكثر وطرحت، بمعنى أجهضت، وفي بعض الأماكن بيسموها رمت. 3- عند جس الماشية، يفاجأ المربي أن الماشية التي لها 4 شهور منذ تلقيحها وانتظر حملها أن الرحم ممتلئ بالصديد، وهو ما يسمى بالبايومترا، وهو عبارة عن الالتهاب الرحم الصديد العفن، وبه أجزاء متهتكة وذائبة من الجنين الميت، ويوصف بالماسيريتد فيتس انباس، بمعنى أن أجزاء من الجنين متهتكة ومتآكلة داخل بركة من الصديد. وقد يتداخل هذا المرض أثناء الجس مع الحمل في الماشية، ويتم تشخيص الحالة أن الماشية عشار في الشهر الثالث مثلا، وللتفريق بين الحمل والحالة المرضية اللي هي البيومترا، وبالأخص الكلوز بيومترا اللي هو الالتهاب الرحمي الصديدي العفن المغلق. وعلى هذا الأساس سوف نتعلم كيف نفرق بين البرجنانسي والبيومترا. ففي حالة الحمل توجد عدة علامات سنذكرها: 1- فيتال ممبرين سليب، والفيتال ممبرين سليب سبق وشرحناها في الجس. 2- فلكتويشن،
3 بريسنز وبلاسنتوم 4 يوكان بالبيت فيتس. أما في حالة البيومترا يكون الرحم متضخم وعند الضغط عليه يكون الملمس يشبه العجينة وعدم وجود علامات الحمل السابق شرحها. وفي حالات أوبن بيومترا تشاهد نزول الصديد من حي الحيوان. في بعض الماشية المصابة بالترايكومونياسيس يحدث الحمل وولادة عجل مريض يعاني من الالتهاب الرئوي وقد يموت بعد نزوله أو يواصل رحلة الحياة ويصبح كارير بمعنى حامل للمرض يوزع العدوى ويصبح بؤرة مرضية. لذا يجب التخلص منه بالذبح داخل المجزر وعدم استخدامه كطلوق. 5 تشخيص مرض الترايكومونياسيس. بالنسبة للطلوق يتم عمل غسيل للبروبيوز والفولد أوبينيس اللي هو الجراب وثانية القضيب وأخذ عينة من الغسيل وإرسالها للمعمل لعمل مزرعة وفحص العينة والتعرف على المسبب. أما بالنسبة لإناث الماشية يتم أخذ عينة من السيرفايكال ميوكس وعمل اختبار أجلوتونيشن تيست داخل المعمل والتأكد من إيجابية المرض أو سلبية المرض. 6 الوقاية من مرض ترايكومونياسيس. رأيي الشخصي أن الوقاية خير من العلاج وعلى ذلك يتم اتخاذ التدابير الوقائية قبل حدوث المرض عن طريق السيطرة على مصدر بؤرة العدوى وذلك من خلال 1 عمل الاختبارات المعملية للطلوقة كل 6 شهور بصفة دورية وكذلك الماشية والتخلص من الحالات الإيجابية بالذبيح داخل المجزر. 3 يتم التلقيح الطبيعي بين طلوقة خالية من المرض وماشية خالية من المرض أيضا. 4 أما إذا كانت العينة إيجابية فيتم على الفور إيقاف التزاوج الطبيعي بين الذكر والأنثى للسيطرة على البؤرة المرضية وعدم انتشار ميكروب الترايكومونياسيس في باقي القطيع، مع العلم أن الأبحاث تثبت أن الطلوقة يظل ناقل للمرض لمدة 4 سنوات ولا تظهر عليه أي علامات مرضية. يتم علاج الماشية المصابة بالبيومترا والتخلص منها بعد ذلك لأنها بؤرة توزيع لميكروب الترايكومونوس، ودي من رأيي أهم الوسائل الوقائية من مرض ترايكومونياسيس. الكتب والأبحاث طبعا بتتكلم عن علاج الطلوقة وإحنا هنتناوله أيضا، ورغم أني العلاج أنا في رأيي غير مجدي ويجب ذبح الطلوقة المصابة بالمرض. وإليكم أهم وسائل العلاج حيث يتم علاج الطلوقة بما يلي: استخدام التريبتوفلافين سوليوشن 1% أو أونتمنت 5% لغسيل البروبيز والبينس أو دهانه بالمرهم. 2 أكروبلافين 1% مرهم برضه كدهان. 3 الغسيل بمية الأكسجين 3%. 4 صوديوم أيودايد 10 ميلي جرام لكل 100 كيلو بادي ويت إن 500 ميلي ديستلد ووتر انجكتد اي في بمعنى حقنها في الوريد، تعطى على 3 جرعات أو 4 خلال 48 ساعة، يعطى عن طريق الحقن في الوريد. وأخيرا يتم الغسيل بالكلورامين سوليوشن 3/10 إلى 5/10% محلول. أما في حالات الإناث يتم العلاج الموضعي داخل الرحم في حالات الفاجينيتس السيرفاسيتس الإندومترايتس. وفي حالات البيومترا يتم فتح عنق الرحم في حالة البيومترا المغلقة ثم إذابة الصديد باستخدام البيكربونات وحقن المطهرات داخل الرحم واستخدام المضادات الحيوية موضعيا وسيستماتيك. وفي بعض النجوع والقرى ما زال البعض يستخدم التزاوج الطبيعي للماشية والطلوقة لا يتم عمل الفحص الدوري لها كل 6 شهور وقد يكون مصاب بترايكومونياسيس
ويصبح بؤرة مرضية لنشر وتوزيع المرض على الماشية في القرية أو في النجع. لذا يجب متابعة أصحاب الطلوقة وإجبارهم على عمل الفحوص الدورية كل 6 شهور للسيطرة على مرض الترايكومونياسيس الذي ينتقل إلى الماشية ويسبب العقم المؤقت والمشكلات التناسلية في الماشية، واستبدال التلقيح الطبيعي بالتلقيح الصناعي للسيطرة على المرض. وفي النهاية شكرا لحسن استماعكم، ما تنساش تعمل لايك للحلقة وصفحتنا على الفيسبوك وتكتب رأيك في الحلقة، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وفولو على تويتر وشير للحلقات كي تعمل فائدة، وستجد اللينكات أسفل الحلقة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكراً.